أثابكم الله. سؤاله قبل الأخير يقول: في كل النوافل التي مع الصلوات الخمس أقرأ فيها جهرا، علما أنه لا يوجد أحد على حالي في الصحراء. يبدو أنه يعني يقصد أنه لا يؤذي أحدا بذلك، هل هذا يجوز؟ صلاة الليل يجوز للإنسان أن يجهر فيها أو يسر، مخير، سواء كان يصلي منفردا أو مع أو إماما، سواء يصلي منفردا أو إماما. أما صلاة النهار فإنها سرية، لا يجهر فيها بالقراءة، لا الفريضة ولا النافلة، صلاة النهار سرية. صلاة الليل يخير فيها، والجهر أفضل سواء كانت فريضة أو نافلة. نعم.